ومن أضرار اللسان القول على الله بلا علم، والفتيا في مسائل الدين بلا علم ولا بصيرة، وإنما موجب التخرص والظنون الكاذبة أو اختيار أقوال غير مشهورة مهجورة للعلماء فيقولها من باب التزلف وإظهار شأن نفسه. ولهذا جعل الله القول عليه بلا علم من أعظم الذنوب، قال جل وعلا مدرجا في تحريم المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بلا علم أعظم الذنوب وأكبرها، لأن الشرك وما ومثله إنما سببه القول على الله بلا علم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يحل لمسلم يفتي فتوى إلا وهو يعلم حقا ما قال، وأن فتواه موافقة ومطابقة للصواب، ليست تخرصا ولا ظنونا.